أهلا وسهلا فيكم. اليوم نهار الأربعاء 8 نوفمبر تشرين الثاني. شوفي معطيات جديدة لكافة الأبراج. أكيد اليوم بعد القمر مستمر ببرج العذراء، وأكيد الأبراج الترابية هن اللي بعد المتصدرين الحظوظ مثل الثور والجدي، وأكيد أنه الحصة كتير كبيرة السرطان وبرج العقرب. رح نشوف في مولود برج الحمل شو في عنده بهذا النهار. بعد كأنه في عندك التزامات جديدة وشغل جديد ومسؤوليات على عاتقك، ولكن أنا ما بخاف عليك، أنت قد المسؤولية ويمكن بحاجة لبعض المساعدة. طلب المساعدات من البعض، ولكن حاول اليوم الابتعاد عن المشكل وخليك بحالك. ما في شيء مثل ما بنقول يعني ما انت ما عندك صبر، هيدا اللي بتقوله. بدك الامور كلها تمشي بتكي، لازم تتمسك بالعقلانية والايجابية وتكون منظم لاعمالك لحتى يقطع هيدا النهار على خير وسلامة. يمكن يكون عندك دعوة، يمكن يكون عندك لقاء عمل والامور بتمشي. اما مواليد برج الثور، يعني انا بقولك اليوم بعده حلو، مسهل، مريح، كل المشاكل إن شاء الله إلى حلول، وأي خطوة، أي مسألة، أي نقاش بتناقشه مع على الصعيد العاطفي مع شركائك، اليوم في إبداعات وفي عودة، في عودة، في مصالحات، ومثل ما بنقول رح يطالك الإطراء والمديح اليوم، بيتضوى عليك أخبار غير متوقعة، ويمكن البعض يكون عنده اهتمام بأحد الأولاد، مناسبة سعيدة، بيسمعوا خبر حلو، يعني هول الأمور بتطالكم. بس هذا نهار خلصوا كل أموركم لأنه نهار مبشر بالخير. أما مواليد برج الجوزاء، يعني اليوم مشغول بالعيلة، في قلق، في شغلة بال بأمر معين، ولكن هلأ لو القمر كان معاكسك، هلأ في عندك الزهرة اللي عم تدعمك أو يلي انتقلت اليوم لبرج الميزان، فيك تسمع الفيديو اللي حطته شو تأثيره عليك. حاول اليوم تطالب بحقك وتعطي رأيك بشغلك، وقادر تعبر عن رأيك اليوم، ولكن بغض النظر عن كل الأمور أنت بديك تكون واعي على كل التفاصيل. يمكن في عندك سفر مولود برج الجوزاء، وما تمشي الكل هيدا النهار مثل ما أنت بدك، بدنا ناخد ونعطي ونكون يكون في ليونة بالتعاطي، لأنه معقول يطرق عليك بعض التأجيلات وحدا يفهمك بطريقة خاطئة. أما مواليد برج السرطان، السرطان بعدك تعد من الأبراج المحظوظة، محاط بكواكب عدة محصنينك مثل ما بنقول، محصن مولود برج السرطان. أمورك عم بتصير على أكمل وجه بأي إطار، وبتحس حالك راضي، معطاء، مفعم بالحياة، كلك طاقة، وكل أحلامك وكل كل مبتغيك مثل كأنه إلى الطريق الصحيح. أنت قدوة للجميع، يلي برافقك اليوم بيشعر بالطمأنينة وبياخد منك الطاقة الإيجابية والحظ، بده يستمد الحظ منك. كرمال هيك أنا بقولك اليوم هيدا النهار مناسب لكل الأمور. أما مواليد برج الأسد، الأسد عندك بيع، عندك شراء، عندك استثمارات، عندك مقايض، وشوفي عندك، شوفي عندك كتير مشغول بالأمور المالية، عندك دفعات كتير ودعوات ولقاءات، وما عم بتلحق طلبات كتير، عم بيطلب منك أمور، وكأنه في كتير مصاري عم تصرفها، عم بتسدد ديون، بدك تجيب أغراض لإلك، لبيتك، لأولادك، لاستلزامات يمكن لدراستك، يعني أو يمكن في عندك شيء بخص عملك، فمشاريع، تواقيع، كل أمور بتطالك، ولكن مولود برج الأسد بقلك بعدك من الأمور الجيدة، وأتوقع المكاسب المالية، وأكيد في بالفترة القادمة معطيات بعد أفضل وأفضل. أما مواليد برج العذراء، أنت بعدك ملك، عندك الإشراق والإبداع والتألق، كتير مميز اليوم، نجاحاتك متعددة، واليوم بتقدر تبرز حالك، ولأنه ممنوع حدا يقول من مولود برج العذراء أنه تعبان. اليوم القمر تعمك، الزهرة صارت ببيت المال، عندك الشمس يعني وعطارد والمريخ عم بيدعموك، فكرمل هيك في كواكب وقفة حدك، المشتري بظهرك، روقه، ما بدنا تعصبه، قادرين تاخذوا قرارات الصائبة، وفيك يعني تحمي حالك من أي شيء،
واي شيء ما كان بعدك مش مخلصه اليوم خلصه. كتير مدعومين، انا راضيه، الكواكب راضيه عنك، وكونوا راضيين وانطلقوا باي انطلاقه لانكم النمبر 1 اليوم مواليد برج العذراء. اما مواليد برج الميزان يعني عليك تكون اكثر هدوء وتروي، في شيء شغل لك بالك مكركبك هيك، معقول تتعرض لبعض الاستفزازات او شيء كلمه تجرحك. ابتعد اليوم، بعدني بقول لك ما تعمل امور هلا. صحيح اليوم الزهره انتقلت لعندك، اهلا وسهلا فيها، قعدت بشرفها. اسمعوا شو الزهره بتاثر عليك يا مولود برج الميزان، ولكن لا يعد هذا نهار في تجاوب من قبل الجميع، وفي بعض التاخيرات انتظروا ليوصل القمر لعندك. اما مواليد برج العقرب، العقرب انا بقول تشعر براحه نفسيه ومميز اليوم باطلالتك بكلامك بتعاطيك مع كل المقربين منك. هيدا نهار بيحمل لك المفاجآت، شعبيتك واجتماعياتك عليانين، ومثل ما بنقول رح تتلقى دعوة اليوم مولود برج العقرب، ومرادك اليوم كأنه في تحقيق لمراد، في تحقيق لرغبة. عندك يمكن سفر مولود برج العقرب، البعض في عنده أمنية رح تتحقق. يعني أنا بقول لك مولود برج العقرب أمورك بعدها حلوة، ما تنسى أنه الكواكب داعمة لك، وهذا الشهر شهرك. أما مواليد برج القوس، بعدك تحت الأضواء وكل العيون عليك، بدنا نطول بالنا، مزعوجين شوي، ما في راحة، بدنا نروق، بدنا نهدي، بدنا نعد للعشرة. يمكن يطلع عليك بعض التأخيرات، خليك هيك بعيد عن المشاكل وحسن أمورك بطريقة لينة. يمكن تسمع بعض الأخبار المغلوطة، أو حدا بجرب يشوه سمعتك أو يقول كلام بحقك، أو يسرق منك أفكارك يطلع على ظهرك مثل ما منقول. فكرمل هيك ابتعد عن المشاكل اليوم مولود برج القوس، بكون أفضل لإلك. أما مواليد برج الجدي، في حضور مميز اليوم، جمعة حلوة بتفرح لك قلبك، بانتظارك خبر مفاجئ، مكاسب مالية، يمكن البعض يكون عنده لقاءات متعددة وكل اللقاءات بتكون مميزة وفي تجاوب من قبل الجميع. رح بتنال النجاح ورح بتنال التميز لأنه في تفاؤل وفي محبة، ورح تحصل على اللي بدك إياه وحبة مسك. في شهرة اليوم، الأضواء كلها عليك، والبعض يمكن في عنده سفرة، حظوظك كتير كبيرة مولود برج الجدي. أما مواليد برج الدلو، اليوم حلو، يعني أمورك مسهلة، رح بتلاقي الدعم للأفريقاء، عم تعرف تدير أمورك المالية، وفي تحرر من قيود. كان في أمور مش عارف تحلها، اليوم بتنحل الأمور وبتحسم أمور مالية. يمكن عم بتجرب تخلص كل أعمالك وكل الأمور الصعبة، تجرب تنهيها، كأنه عم تنشغل ببعض الأمور، الاتفاقيات الخارجية، أو عندك يمكن سفرة مولود برج الدلو. فكرمل هيك في يمكن عندك قصة شراكة جديدة، قصة عاطفية بتحلها، يعني الأمور لا بأس بها مواليد برج الدلو، والأمور تمشي قدما. ولكن اليوم رح يكون في عندك مكاسب مالية وبتقدر تحصل حقوقك المالية كلها بهيدا النهار. أما مواليد برج الحوت، أنا بدي أقول لمولود برج الحوت يومك مليء بالتسهيل، وكل المشاكل ان شاء الله مثل ما بنقول على طريق الهدوء، لانه اليوم في هيك مثل ما بنقول الشمس والقمر تستيس مع بعض. بقول لك انا حسن علاقاتك كافه، واي خطوه بدك تخطيها بمبادره لمصالحه لتسويه امر ما بعلاقاتك بتكون مريحه. أخبار حلوة غير متوقعة، يمكن يكون عندك كسب أموال، يمكن البعض يكون عنده لمولود برج الحوت أمضة جديدة، شراكة جديدة، اتفاقية جديدة، حب جديد، يمكن تخطيطات لمناسبات، لخطوبة، لعقد قران. هول الأمور كلها بتطالك مولود برج الحوت، ولكن أنا بدي أقول خلوكم متفائلين وخليك دبلوماسي، وبعد قدر الإمكان عن الانفعالات بكون أفضل لإلك. بشوفكن على خير، ودايما برجك معلولة أحلى أكيد. باي.